كيس كيك فلافي كي يا تشيز كيك. شوفوا احنا كنا داخلين في هذاك الشيء العمل الانساني، دابا دخلنا لكم تشيز كيك كرفيسه حريره. بحال شي باش مهيئوكم مهيئوكم نفسيا، ولكن راه تسجلنا اللايف غادي تلقاوه في الصفحه ديال الدكتور عبيد. الله بحول الله نبارطاجي معكم، لانه والله العظيم الفرح والاحسان تقدر تكون فكره واعره نخشيو فيها. انا خشيو لي معكم في الكوتي ميديكال، نقدر نبقاو صايب معكم دي كارافان، نقدر مثلا نبقاو نجمعوا الدراري نفتحوا ليهم، نقدروا نبقاو نديروا دي كومبا دو سونسيبيليزاسيون. مانيفيك بزاف. قبل ما كنت كنعاود لكم على واحد لوكا ديال التسول باسم العمل الجمعوي. كان واحد جوج زارا يكونوا كيعرفوهم مزيان الناس اللي كيكونوا في المعارف. حدا زارا كان واحد الولد كيكون عنده الشعر شويه وكيدير البنت. هاد الناس كيمشيو كيوقفوا الناس لابسين مزيان كيقولوا لهم حنايا طلبه في كليه الطب ديال الدار البيضاء وكنجمعوا تبرعات باش نمشيو لواحد لاكارافان، والناس كيبقاو يعطيوهم الفلوس وهما ماشي هما غير مصابه. عتخيل ان سنوات وسنوات دايرين هذه هي المهنه ديالهم، هما ماشي طلبه الطب وما كيوجدوش العمل الانساني ولا حتى حاجه، ولكن كانوا كيربحوا ما عرفتش شحال يوميا في ديك البلاصه. راك عارف كتكون مروجه، تخيل. وهذا الشيء كاين بزاف ديال الجمعيات. لا شوف الجمعيه اللي كتشوفها غير كتاخذ وما كتبينلكش المشاريع غير بلا ما تبقى معاها غير زعما ما تيقش. شوفوا مرة أخرى لكل المتابعين اللي من الدول العربية، والله العظيم إلى الدرجة ديالنا سهلة، بركة تقصحوا راسكم بسيطة جدا وكل شيء فيها سهل. ركزوا كما كنركزوا معكم وشكرا. التركيز وإحنا أصلا الكلمات ديالنا راه جايين من الدرجة ديالنا راه جايين من اللغة العربية. كتهضر بحال هكا راه بحال راه الناس نورمالمون كنخشيو شويه الفرونسي والانجلي خصهم يفهموا كنظن باننا هضرنا شي شويه الناس عجبهم. اليوم راه كانوا معنا تقريبا 5000 ديال الناس اللي شافوا هادشي، فرحان بزاف اللي اليوم كاين لايف مصاوب بالليل تهضروا على عمل جماعي. بوكو با نعاودو نديرو عاوتاني مرات واحد اخرين نشوفوا الناس فين وصلوا، الناس كي سو انتريسي يديروا شي حوايج. صيفطوا الاحسان، صيفطوا الفرح، صيفطوا ليا، عطيونا لي تخيك تعيشونا معكم. وعاوتاني غير باش نبسطوها لهم دغيا، حيت قبيله كانوا كيتعاودوا الميساجات ولا الرسائل اللي فيهم كيفاش نشاركوا شنو ندير شنو نبدا. الا كنتي في المدرسه، الا كنتي مازال كتقرا في الباك وفي الاعدادي وكذا، تجمع انت وصحابك ديروا شي حاجه انت وصحابك كل مره في الشهر، دوروا عند الناس عطيوهم عاونوهم. داكشي بسيط جدا، فلوس بسيطه، جمعوا 10 دراهم في القسم غادي تكون لكم شحال من حاجه. الا كنتو في الجامعه التحقوا بلي كلوب سوسيال راه كاينين بزاف. الا كنتو بغيتو مثلا انه في المدينه ديالكم تنخرطوا فعليا مع شي جمعيه، قلبوا على الجمعيات، راه نتوما اللي خصكم تمشيو عندهم وتقول لهم بغينا نكونوا متطوعين. راه كاينين بزاف الجمعيات، ما لقيتوش كاع جمعيه يعني ما حتى وحده فيهم ما قنعتكم، خاصكم تكونوا جمعيه بيناتكم، بداو اعمال بسيطه انتوا صحاب يعني صحابكم والمحيط ديالكم عائلتكم عاونوا باش ما قديتو، وكونوا جمعيه علاش لا، والامور بسيطه جدا غير ما تصعبوهاش. قال لك سي العولي شكرا على اللايف وبصحه التلاميذ والاخت فرح. سي فرح شكرا. دابا عندهم ملي كيبغي يقول لك دكتور الاستاذ عمر كيقول لي الشيخه فرح، دابا هما ملي كيبغيو يكبروا بك كيقولوا لك الشيخه. داكوغ. قبل ما غادي نقطعوا جو سي با عطيني اغنيه مفضله ديالكم. اوكي. اون ميم طون باش الناس يتعرفوا عليكم ليسبري كيفاش داير، يعرفوا فرح كيرين ويعرفوا يحسن عزيلة الحريرة، فرح عزيلة الخرشوف، فوغان. فرح مش كتخافي؟ أنا؟ لا فوبي ديالك، لا فوبي ديالك اللي ما كايناش هانية. عام رجوع الطفولة هذاك الشيء. هانية حط قدامك حنش. هانية.
انا راه سنين في العروب شادين واحد الحنش وكنقتلوه عادي. مارتيل في الصيف راه كانوا كيهزونا جمله وكيسيفطونا للعروبيه كنرجعو محروقين. وبلاتي باش نقول لك، راه عرفتي العمل الانساني مع لاله فرح كيفاش داير؟ رائع جدا. دخلنا وانا واحد دوك النوع اللي كيفوجو عليك، انا ممله. راه علاه قلت راه كل واحد قالوا كيفاش داير، علاه انتم غتعطيو ثنائي واعر. لا شوف كنعطيو ثنائي رائع جدا. عطوني الموسيقى ديالكم، غادي نخليوها للناس باش انهم يقدروا يمشيو يسمعوها ويفكروا فيكم. اغنيه مفضله قال لك سي العوني شادي جي ما تقراليش عافاك. شوف اغنيه مفضله ديالك فرح. كان اسامه قال لك واش ممكن يبعث ستيكرز. انا اغنيه عندي انا بلديه شويه، ماشي بلديه، انا قديمه. كتعجبني وحده ديال جوج صراحه، كتعجبني وحده ديال البوهالي دعم بلادي بالخياط وراحل يعني الله يرحمه. انا شوف انا كتعجبني الموسيقى اللي هاديه، ما كيعجبنيش، وكيعجبني الكلمات يكونوا مفهومين.